إذا من بين الأخوات اللي حصلوا على شهادة ديال التميز في هذه الدورة، دورة أنواع البلاط عن طريق تكوين عن بعد، الأخت اللي دائما جميع الدورات اللي كنقوم بها إلا وكتشارك فيهم، هذه الأخت هذا اللي كنحييها من هذا المنبر، دائما كتكون فوقة دائما رغم أن الظروف ديال العمل ديالها كتشتغل في القطاع الصحي، كنحييها من هذا المنبر، ورغم ذلك عندها ميول للخياطة. وجميع الدورات اللي كنقوم بها عن بعد اللي كتشارك بها، بغيتكم تصفقوا عليها على بعد على المسألة هذه. هذه الدورة كذلك استطاعت أنها تطبق دروس ديالها في الوقت، في الوقت اللي هما محطوطين، وبواحد الطريقة اللي هي متميزة بزاف. فالأخت كنادوا على الأخت ملكة جامع من الكويت. غادي نسلم الشهادة خاصة الأستاذة فاطمة الزهراء. كذلك بالنسبة للشهادة، بالنسبة لشهادة التميز اللي حصلت عليها من خلال تكوين عن بعد، خلال هذه الدورة ديال أنواع الكور، دورة أنواع الكور، الأخت اللي دائما تاهي جميع الدروس اللي كنقوموا بها إلا وكتحط التطبيقات ديالها بطريقة احترافية، وفي هذه الدورة كذلك استطاعت على أنها تواكب الدورة وحتى التطبيقات ديالها بطريقة احترافية. الأخت اللي كنحيوها من هذا المنبر اللي دايرة التكوين الفردي عن بعد، سقوا بحرارة على الأخت وسيمة المفرج من مدينة تطوان. غادي تسلم الشهادة في بلاصتها الأخت الأستاذة فاطمة الزهراء.